أدوات بلا تعقيم وخلع ضرس بلا تخدير. إذا ضاقت عليك جامعات العالم وتريد أن تكون طبيب أسنان فعليك بشوارع الهند. اشتري كماشة قديمة ومبردا وبعض الصمغ والمعجون، وضع كرسيا بلاستيكيا أو ليس ضروريا ذلك، وابني خيمة صغيرة وستصبح عيادتك جاهزة لاستقبال المرضى وما أكثرهم. مهنة طبيب أسنان الشوارع، عشرات الآلاف يمارسونها في هذه البلاد، اكتسبوا خبرة من أفواه المرضى وصاروا بنظرة يعرفون حال السن وماذا يحتاج بالضبط. لا مواعيد طويلة ولا جلسات، بنصف ساعة يتم التشخيص ويأخذون قياس الفك وتوزيع الأسنان بمعجونة مصنوعة يدويا، ويصنعون تيجانا أو بدلة يثبتونها بصمغ يركبونه بأنفسهم، وبعد إلصاقها بالفم يمكن للمريض أكل الطعام وتدخين السجائر دون أي آلام أو محاذير. وإذا ما فقد أحدهم سنا في مشاجرة ما فإنه لن يحمل هما لزراعة البديل. دقائق بين أيدي هؤلاء الأطباء ودفع أقل من دولارين تعود الأمور إلى نصابها، ولك الخيار في صناعة الابتسامة التي تريدها، هوليود أو بوليود أو أي ابتسامة تعجبك. 10 دولارات هو ثمن المواد وأجرة الطبيب معا. النظافة هنا غائبة تماما، هم لا يعقمون بالكحول لأنها غالية الثمن، ومقتنعون بأن الماء له مفعول أفضل، وأن استخدام أدوات إضافية سيرفع من التكلفة ولن يستطيع الفقراء إصلاح أسنانهم. الآلات التي يصنعونها بأنفسهم تؤدي ذات الغرض الذي تقوم به أجهزة وكراسي العيادات الباهظة، ويؤمنون بعيونهم وخبرتهم أكثر مما يؤمنون بأجهزة تصوير الأشعة والكمبيوتر وكل التقنيات. وثمة من يبيع لهم ما يحتاجون من معدات وأسنان عبر البسطات المنتشرة في الشوارع. من 500 إلى 1000 دولار في الساعة هي نسبة دخل طبيب الأسنان في الدول المتحضرة، وأطباء شوارع الهند لا يحصلون على أكثر من 50 دولارا في الشهر. الناس يعتمدون عليهم بشكل كبير هنا، إلى درجة هددوا فيها أطباء المهنة والخريجين الذين يصل عددهم إلى 30,000 طبيب سنويا. لكن مناطق الريف الهندي لا يوجد فيها إلا طبيب أسنان واحد لكل 250,000 من السكان. القانون يمنع ولكنه لا يستطيع أن يمانع، وكيف له أن يقنع فقيرا يخلع ضرسه بسنت واحد أن ينتظر موعدا مع طبيب أسنان سيأخذ منه 100 دولار كحد أدنى؟ وكيف ستقنع من يتحمل وجع القلع والخلع مقابل قليل من الدفع ليرسم ابتسامة ب10 دولارات أن يدفع لقاء ابتسامة أبطال هوليود 10,000 دولارات؟